سي حسن، حنا الان دابا في اجواء تاع العيد تاع الاضحى، وكاين واحد يعني موجه تاع الحراره. نعم. تتزامن مع هذا العيد هذا، اشنو النصائح اللي يمكن تقدمها للناس اللي غيذبحوا غدا ان شاء الله؟ نعم، اولا بسم الله الرحمن الرحيم، نتقدم بصفتنا اتحاد العام المقاولات والمهن الجزائريين لتهنئه جلاله الملك والشعب المغربي بمناسبه عيد الاضحى، سائلين الله عز وجل ان يمنوا عليه وعلى مملكته وعلى اهله وعلى ذويه وعلى الشعب المغربي بالصحه والعافيه. بالنسبه للسؤال ديالك الاخ كريم، اليوم وكنظن غدا ان شاء الله الرحمن الرحيم، كنظن كاين الحال سخون بزاف، وهذا غينعكس على الحم بمساله لا غبار فيها. فلهذا النصيحه اللي ممكن نقدمها انا للشعب المغربي هو انه يحذر من اخذ ضرر لحوم بحال ذاك العام اللي فات. فالمشكل اللي كان ذاك العام اللي فات هو مشكل طقس، هو مشكل حال كان سخون بزاف. فباش يتجنب هذه المساله كنفضل انه من بعد ما يدير السنه ديالو يضحي ويزكي بداك الشيء اللي قسم الله، يفصل الحولي ديالو ويبات في الثلاجه كان احسن. يعني يفصل الحولي في نفس النهار؟ في نفس النهار ويديرو في الثلاجه ديالو ان شاء الله، من بعد ما يحيد السنه اللي المفروضه ان شاء الله الرحمن الرحيم. فإلى خلى الحولي كنظن، ولا سيما الا كانت الدار ديالو مثلا سخونه شويه، فمساله 100% غادي يخضر ليه اللحم، ما غاديش يصبح مزيان. الايامات اللي كانت واحد 15 عام هذه، كنظن 15 عام تقريبا، كان العيل الكبير كيجي بحال بارد، قال الانسان كيعلق الحولي ديالو يومين ثلاث ايام ما يتوشي حتى شي حال. في الوقت الحالي دابا الحال تبدلت الاوضاع، ولا العيد الكبير كيجي بحال سخون، اذا تبدلت مساله، وغتبدل حتى احتياطات غتبدل. يعني من بين الاحتياطات انه يفصل نفس النهار ويديروا في الثلاجه باش يتفادى هذيك القضيه تاع مشكل تاع خضر الحمول والتعفن ديالها. احسن، هذه احسن. على ذكر التعفنات اللي قلتي لي الاخ، بالنسبه للتعفنات خصو يعرف الانسان كيفاش يحافظ على الحولي ديالو من التعفنات، كيفاش يحافظ من بعد ما يذبح ليه الجزار او يذبح هو. العمليه الاولى اللي غادي يقوم بها هو انه يحل الرجالي الفوقانيين ديال الفخاط على جوج وينقيهم من الوسط، حيت في الغالب كينساو النبوله تما وكينساو المصران تما، والبوله والمصران معرض بدرجه ما تتخيلهاش للتعفن. نقدر نقول لك في ساعه ديال المكانه يتعفن هذاك، لا سيما الحال سخون. يحل الرجال على جوج، يجبد المصران ويجبد النبوله اللي هما معرضين للتعفن، من بعد يهود العنقره لتحت، يحل الصدر تاهو على جوج، ينقيه ثاني من الداخل، فهمتي؟ حبدا انه يخلي ديك الرجال مفتوحه، وتاع الصدر يحاول يحلو بشي عود ولا بشي حاجه يخليه مفتوح حفاظا للتعفنات. من بعد شي وحدين يعني فاش يعني تيذبحوا الحولي تيرشوه بالماء ولا تيلوحوا عليه الماء، واش هي طريقه صحيه ولا بلا ما يديروا؟ الا كان من الداخل حبدا، لانه هو غادي يتعفن ليه من الداخل، لا سيما انه ماشي حريفي. اما الا كان الجزار غادي يقوم بالواجب وعارف شنو كيدير. بالبرا احسن لا، من برا احسن لا، احسن ما يتوشيش بالماء. بالنسبه لك واش الناس يذبحوا الرسوم ولا يجيبوا جزار ولا شنو هو؟ حيت كاين دابا بزاف تاع الجزارات يبانوا في هذا العيد. انا كنفضل يعني من باب السنه انه يصايب كل شيء في محله وفي داره، والارزاق بيد الله. يعني الا كان الرزق راه الجزار العام كامل هو خدام، وكما قال الحسن الثاني رحمه الله، قال لك اللي ما يذبحش شتاتو وما يقرب راتو والاخرى ما عقلش عليها الموت احسن من حياته. نعم.